ان الحصان بيقع، واحد بياخد واحده في صدره، واحد بياخد في رقبته، ناس كتير اللي هي ايه شطات هم مكتوبين يعني بالظبط اللي احنا كاتبينها. دي انا مونتاج بقى ايه سريع 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 سريع، وبعدين نخش جوه على جوه البتاع. اسلاك ده اصلا كرم بيطلع السهم قبل ما يوصل لجوه، وقبل ما يوصل كل ده من بدايه اللي هو كان اصلا بعد يلقى السهم ويرمي. فاحنا بنروح نشوف برده السهم هو داخل في ظهر الكاتب، الكاتب اللي خارج من هنا المكتبه هنا والممر اهو زاويه 45 زاويه قايمه، وده خارج كده شايف المشهد كده، خد ناحيه قلبه جنب قلبه اوكي، فراح لافف اللفه ديت كده على الحيطه اللي جنبه، الحيطه اللي هي الدايره فيها منها، راح كاسر السهم ده سهم ضربه شويه كاسره بالظبط، كاسر السهم. واحنا بقى احنا بنسيب ونعرفش هو مات ولا لا، بيعمل بان رايت بنشوف كرم وهو بيهجم علينا بيقرب كات على الكاتب بيجري يعني لسه بيجري بس استعملت عربه بيجري في ايه شويه ممرات كده اللي هي على يمين الهرم، الهرم قدامك على يمين هرم كده بعد ما تخش المرض على يمين في ممرات كده في شويه ممرات كام زاويه كده هناخد كذا زاويه، ثم بيطلع يجري في الزوايا ديت بنقطع على كرم بيدور عليه بيلمحه من بعيد بيلمح اخر حاجه هو خروجه من شط، ثم الكاتب بنقطع عليه فورا على سلم ونزول نفق، ثم كرم اللي هو طب الكرين اللي هو طب الكرين الزاويه النفق اللي عند الهرم اللي على اليمين، ثم هو كرم تاه خلاص تاه منه فوقف الكادر الواسع اللي هو فيه لوحده وفرق